السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ممكن أتبروسط في فيديو جديد من فيديوهات القناة. إن شاء الله النهاردة تكملة لدورة الإمجو سي في بالسي شارب. إن شاء الله النهاردة هنشرح دالة الجيت روتيشن ماتريكس 2 دي. في الفيديو اللي قبل اللي فات لما إحنا كنا بنشرح الكود اللي بتاع الأفاين ترانسفورميشن لما عملنا مثال على الروتيشن ماتريكس استخدمنا دالة اسمها لو أنت تفتكرها اسمها جيت روتيشن ماتريكس 2 دي. الداله دي لو على ما اتذكر يعني كانت بتاخد الايمج وبتاخد الانجل اللي انت عايز تلف بيها الصوره وبتاخد السكيل اللي انت عايز لو عايز تصغر الصوره عايز تكبرها شويه كده بتاع. فاحنا النهارده هنفهم ازاي الداله دي تشتغل وهنعملها يدوي ان شاء الله. ممكن لو الفيديو ما جاء لو ملحقناش يعني في الفيديو ده ممكن نعملها فيديو تاني. زي ما انا قلت لك الافاين ترانسفورميشن بتتخيل الصوره بتاعتك على انها ماتريكس على انها قصدي رسم بياني كده ودي بتبقى الصوره بتاعتك بتبقى عامله كده دي الصوره بتاعتك وده السنتر بيكسل بتاع الصوره بتاعتك. في الروتيشن لو انت درست رسم بياني وكده لو انت عايز تلف حوالين الاوريجين اللي هو النقطه الاصل اللي هي بتبقى صفر وصفر عادي انت مش محتاج تعمل اي عمليه زياده انت مجرد بس ان انت تجيب كل بيكسل هنا كل الكوردينيت بيكسل هنا وتضربه في الروتيشن ماتريكس اللي هي العاديه اللي بتبقى 2 في 3 او 2 في 2 لو انت مش عايز تعمل ترانزليشن بتبقى 2 في 2 على طول اللي احنا شفناها المره اللي احنا شفناها قبل كده يعني اللي هي بتبقى كوزاين سالب ساين كوزاين بتبقى قصدي كوزاين سالب ساين ساين كوزاين اللي هي بتبقى 2 في 2 دي. فبس فانت بتضرب الكوردينيت في البيكسل في الـ في الـ في الماتريكس دي ويطلع لك الكوردينيت الجديد بتاع البيكسل ده ملفوفه يعني ملفوفه حوالين الاوريجين. طب ماشي افرض انا عايز الف مثلا الصوره حوالين نفسها حوالين السنتر بيكسل دي لو انا مثلا عندي هنا مثلا كوردينيت هنا انا عايز الف البيكسلايه دي حوالين الاوريجين ده مش عايز الفها حوالين عايز الفها قصدي حوالين السنتر بيكسل بتاع الايمج مش عايز الفها حوالين الاوريجين. فانا بعمل ايه فانا بطرح يعني مثلا لو السنتر بيكسل مثلا دي 2 و2 وهنا اللي هي البيكسل اللي انا عايز الفها دي مثلا 4 و4 فانا بطرح الكوردينيت بتاع البيكسل دي من السنتر بيكسل فهنقول 4 ناقص 4 تبقى ب2 و4 ناقص 4 تبقى ب2. بعد كده اروح ضاربها في الروتيشن ماتريكس طبعا ده يعني ده شرح مبسط كده يعني. بعد كده بعد ما اضربها في الروتيشن ماتريكس هتطلع لي ال البيكسل دي ملفوفه بس حوالين الاوريجين ده. خلي بالك انا طرحت من السنتر بيكسل عشان اقدر عشان احول البيكسل دي انها تبقى في نفس النسبه بتاعت ال يعني بتاعت الاوريجين ده. فانا بضربها في الروتيشن ماتريكس بعد كده بعد ما اضربها في الروتيشن ماتريكس بعد كده انا كده جايبها حوالين الاوريجين اللي هو 0 0 لا انا عايز اجيبها تبع البيكسل اللي انا كنت عايز الف حواليها. فبجمع على الناتج ده الناتج اللي طلع من الضرب ده بجمع عليه كوردينيت بتاعت البيكسل السنتر بيكسل دي تاني يعني زي ما انا طرحت في الاول بجمع في الاخر عشان اعرف اجيب البيكسلايه دي اللي هتلف هتبقى فين بعد الروتيشن ميكس ايمج روتيشن ماتريكس بعد ما تضرب فيها في السنتر بيكسل بتاعت السنتر بيكسل بتاعت الايمج. يعني ممكن ما تكونش انت فهمت شويه انا كروت شويه كمان وانا اسف هسيب لك برده لينك في مش لينك هسيب لك فيديو في البلاي ليست ارجوك شوف الفيديوهات دي من البلاي ليست انا سايب فيديوهات كتير بتفهم اكتر من الشرح انا بحاول اكروت عشان بس وقت الفيديو لكن انا هسيب لك فيديوهات في البلاي ليست فيها شرح كل ده فيها شرح الكلام ده كله وافي. احنا دلوقتي كده اتعلمنا ازاي بيتم الكلام ده في ال ازاي الروتيشن بيتم في الافاين ترانسفورميشن. تعالى برضو ايه نشوف كده حاجة جديدة برضو زي ما انا قلت لك في الافاين ترانسفورميشن الماتريكس بتاعتنا بتبقى مقسومة لنصين نص للعملية سواء بقى سكيلينج بقى سواء يعني مثلا سواء بتبقى سكيلينج سواء بتبقى شير سواء بتبقى روتيشن اللي هو الجزء الاولاني اللي هي بتبقى 2 في 2 دي اللي هي المنطقة دي وفي الجزء الثالث اللي هو تبع الترانزليشن اللي انت عايز تنقل الصورة تحازيها كده بالنسبه للاكس وتحازيها بالنسبه للواي وكده. فاحنا بيبقى عندنا الماتريكس هنا 3 في 2 في 3 فالافاين ترانسفورميشن بيعمل ايه؟ بيجيب هنا كل بيكسل الاكس بتاعتها بعد كده الواي بتاعتها بعد كده بيحط عليها واحد طبعا في الاخر عشان نقدر نضرب الترانزليشن في الماتريكس.
فالمتريكس هنا بتاعت الكوردينيت بتبقى 3 في 1 وبتاعت المتريكس اللي احنا هنطبق عليها العمليه 2 في 3 ف 2 في 3 في 3 في 1 بتطلع لنا 2 1 2 في 1 2 في 1 دي اللي هي نيو بيكسل بتاعت الاكس والنيو بيكسل بتاعت الواي مكان الاكس الجديده ومكان الواي الجديده ماشي انا كده ايه احنا كده دلوقتي ايه الماتريكس بتاعتها سواء سكيلنج شيرنج روتيشن بتتضرب في الايمج بتتضرب في الكوردينيت بتاع كل بيكسل انا بطبق الطريقه دي على كل بيكسل بس باختلاف ان انا بشيل الاكس دي بحط الكوردينيت بتاعت البيكسل اللي انا واقف عليها الواحد دي بس عشان بتبقى عشان اعرف عشان يعني اعرف اضربها في الترانسليشن عشان يبقى للترانسليشن معنى لكن لان لو حطيت الاكس والواي كده الترانسليشن مش هتلاقي حاجه تتضرب فيها فايه هتبقى بصفر او ممكن يرمي لك اكسبشن ماشي كده احنا شفنا الحاجات دي بتعمل طب انا ممكن بالطريقه دي كده ايه في معادله عندنا بان انا اقدر اضيف يعني لو انا بعمل كذا عمليه على الايمج انا ممكن اضرب ال 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 الماتريكسز الماتريكسز كلها اللي انا عايز اعمل اللي انا عايز اطبقها على الايمج في بعضها قبل ما اطبقها على الايمج يعني مش لازم ايه اعمل الروتيشن لوحده بعد كده اعمل سكيلنج لوحده بعد كده اعمل مثلا شيرنج لوحده لا انا ممكن اضرب الماتريكس بتاعت الروتيشن في الماتريكس بتاعت السكيلنج في الشيرنج اضربهم كلهم في بعض بعد كده بحط عليهم الماتريكس اللي هي بتاعت الترانزليشن بعد كده احطها على الايمج مره واحده ازاي احنا قلنا هنا دي الماتريكس بتاعت بتاعت الروتيشن هنا ودي لو انا عايز اعمل مثلا سكيلنج نص ونص عايز اعمل سكيلنج بالنسبه للاكس نص وبالنسبه للواي نص وبرده عايز اعمل شيرنج كده برده للايمج تلات متريز في بعض اهو فانا بضرب 2 في 2 في 2 في 2 في اخر ماتريكس بس انا بحط اللي هي الترانزليشن ادينج ترانزليشن ماتريكس تو ذا لاست ايمج بس انا بحطها بس في اخر ماتريكس انا بضربها في اخر ماتريكس انا هطبقها على الايمج عشان تبقى بس عشان يعني بكررش الترانزيشن في كل الماتريكس بتاعت الماتريكس اللي انا هطبق عليها لا انا بحطها في اخر ماتريكس بس في نتيجه العمليات دي هتطلع 2 في 3 اهي 2 في 3 بعد كده اروح اعملها على الايمج بقى على طول فبس ده كان شرح للجيت روتيشن ماتريكس ان شاء الله المره الجايه هنشوف بقى التكويد بقى يبقى عامل ازاي احنا هنعمل الجيت روتيشن ماتريكس دي بايدينا احنا دلوقتي بنشرح العمليه هتبقى عامله ازاي المره الجايه ان شاء الله هتشوف هنستخدم اللي هي الطريقه التقليديه والطريقه اللي هي اليدويه بتاعتنا